قصر عابدين. بعد إعادة القصور الملكية لشعب مصر، حفظت مقتنيات القصر في مخازن، وشغلت بعض الأماكن فيه المكاتب الحكومية، وأغلقت أجزاء منه لفترات طويلة، مما تسبب في أضرار كثيرة للقصر. في نهاية السبعينيات أمر الرئيس الراحل أنور السادات بترميم قصر عابدين وإعادته لصورته الأصلية لاستقبال ضيوف مصر. وفي مطلع الثمانينيات أمر الرئيس حسني مبارك أن تعاد لقصور الرئاسة قيمتها الفنية والتاريخية بالترميم الشامل والتسجيل التاريخي لكل مقتنياتها. وأثناء عملية الترميم ضرب مصر زلزال عنيف عام 1992، أحدث أضرارا كبيرة لكشك الموسيقى وكشك الشاي والصالون الأحمر وقاعة قناة السويس وجناح الملكة، الأمر الذي أدى إلى إطالة فترة الترميم والتطوير والصيانة التي شاركت فيها أجهزة الدولة المختلفة بالتعاون مع رئاسة الجمهورية. وبعد هذا الجهد العظيم أصبح قصر عابدين من أجمل القصور في العالم. إعادة الجمال والرونق لقصر عابدين.